بالفعل مشاهدينا، نحن الآن في انتظار لقاء الرئيس حسني مبارك اليوم مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بمقر محكمة النقض بالقاهرة بمناسبة مرور 25 عاما على عودة المجلس لممارسة أعماله عام 84. من جانبه أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض أن زيارة الرئيس لدار القضاء العالي إنما تؤكد حرصه المستمر على دعم استقلال القضاء لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.